بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لهذه الفرصة باللقي بكم، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعد شكر الله، وكذلك الإخوة القائمين في جامع الراجحي بمدينة الرياض على إتاحة الفرصة لعقد مثل هذا المجلس العلمي. وقد توقفت في التفسير عند سورة الماعون، يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه السورة لها أكثر من اسم من أسمائها الدين، لأن الله ذكر فيها قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. ومن أسمائها سورة اليتيم، لأن فيها الذي يدعو اليتيم، والاسم المشهور لها أن اسمها هو سورة الماعون. وهذه السورة مكية، وهذه السورة آياتها 7 آيات، وكلماتها 25 كلمة، وحروفها 125 حرفا. فإذا ضربت 125 حرفا في 10، لأن الحسنة بـ10 أمثالها، كم يصبح لك من الأجر العظيم عند الله تعالى. وهذه السورة مناسبتها لسورة قريش التي قبلها من عدة أوجه. أولاً، أنه قال في سورة قريش: الذي أطعمهم من جوع. وفي هذه السورة ذم الله من لم يحض نفسه ولم يحض غيره على طعام المسكين. المناسبة بينه وبين سورة قريش أيضا أنه قال في هذه فقال في سورة قريش: فليعبدوا رب هذا البيت. وفي هذه السورة ذم من سهى عن صلاته، وأنه في سورة قريش عدد نعمه على قريش، وهم مع ذلك ينكرون البعث والنشور. وهنا أتبعه بتهديدهم فقال: فويل، فخوفهم من عذابه في قوله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. ثم رتب على التكذيب بالدين أنه كفر بالله العلي العظيم. يقول ابن حزم رحمه الله: هذه السورة، سورة الماعون، كلها محكمة، ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. وهذه السورة قيل في سبب نزولها أكثر من قول، فقيل أن أحد المشركين، إما أبو جهل أو الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل أو غيرهم من مشركي العرب، كان أحدهم يفخر ويتفاخر ويدعي أنه كريم، فينحر للناس في الأسبوع جزرين، ينحر للناس رياء وسمعة أو غير ذلك، ينحر في الأسبوع جزرين. فمرة من المرات أتى أحد هؤلاء الكفار الذي ينحر للناس جزرين في الأسبوع يتيم، وطلب منه مالا، فما كان من هذا الرجل المشرك إلا أن قرع هذا اليتيم بعصاه ودفعه دفعا شديدا ودعه، يعني دفعه بقوة. وفي قول الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، إما أن تكون هذه الرؤية بصرية، وإما أن تكون علمية، يعني أو تكون علمية.
أرأيت الذي يكذب بالدين؟ وهذا الخطاب في قولها رأيت للنبي عليه الصلاة والسلام أو لكل من يصلح له الخطاب، والاستفهام هنا في قوله أرأيت خرج مخرج التعجب ممن يكذب بهذا اليوم، يوم الدين، وهو يوم الجزاء والحساب. هذه السورة أيها الإخوة باختصار تتحدث عن أخلاق الذين لا يؤمنون بالآخرة. هذه السورة تتحدث باختصار عن أخلاق الذين لا يؤمنون بالآخرة، فذكرهم الله سبحانه وتعالى. فكأن الله يقول للنبي عليه السلام: إن لم تعرف هؤلاء الذين أخلاقهم أنهم أخلاقهم أخلاق الذين لا يؤمنون بالآخرة، فإن لم تعرفهم بذواتهم فإني أصف لك أوصافهم. الوصف الأول أنهم يكذبون بالدين، الوصف الثاني أنهم يدعون اليتيم، أنهم لا يحضون على طعام المسكين، أنهم عن صلاتهم ساهون، أنهم يراؤون في صلواتهم ويراؤون في أعمالهم، أنهم يمنعون الماعون. هذا اختصار إجمالي لهذه السورة. فالله تعالى يقول: أرأيت يا نبي الله، أرأيت الذي يكذب بالدين. إما أن يكون المقصود بالدين هو يوم القيامة، وهذا الذي عليه العلماء، لأن الله قال: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم القيامة. أو يكون الدين هو الإسلام، لأن الله يطلق الدين في القرآن ويريد بالإسلام أن الدين عند الله الإسلام، وقيل القرآن وقيل غير ذلك. ففي قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني أعطيك أوصاف الذين يكذبون باليوم الآخر، هاك أوصافهم يا نبي الله. أول وصف لهؤلاء: ذلك الذي يدع اليتيم، وهي قراءة حفص عن عاصم بالتشديد، يدع اليتيم يعني يدفع اليتيم بشدة وقوة. واليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ، فبعد البلوغ ما يطلق عليه يتيم. فاليتيم منكسر الخاطر، لا يجد أحدا يأويه، ثم يأتي إلى هؤلاء فيدفعونه، ليس دفعا سهلا وإنما دفعا بعنف، لأن في قول الله سبحانه وتعالى يدع اليتيم الدع بالتشديد، وهي قراءة الحفص عن عاصم غيره من القراء، يعني الدفع بشدة. وقرئت بالتخفيف: الذي يدع اليتيم، يعني يترك اليتيم. والدع غير الدع بالتشديد معناه يدفع الشيء بقوة. ومنه قول الله تعالى عن الكفار يوم القيامة قال: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني لا يدفعون بسهولة وإنما يدفعون بشدة. فكذلك الشخص الذي يدع اليتيم، يعني يدفع اليتيم بشدة ولا يرحم اليتيم. والنبي عليه الصلاة والسلام وصى باليتيم وحذر من قربان مال اليتيم. الله في القرآن قال: ولا تقربوا المال اليتيم إلا بالتي أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على اليتيم وإكرام اليتيم، فقال في أكثر من حديث: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى في قرب بعضهما من بعض. وهكذا وليك. فالله تعالى يقول إن من أوصاف الذي يكذب بالدين أنه فذلك الذي يدع اليتيم، ثم قال: ولا يحض على طعام المسكين، يعني هو لا يحض نفسه على إطعام الفقراء والمساكين. والمسكين هو الذي لا يجد شيئا حتى وصلت به المسكنة إلى الفقر الشديد. ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض نفسه على إطعام الفقراء والمساكين، وكذلك لا يحض غيره على إطعام الفقراء والمساكين. يعني جمع بين مشكلتين وخصلتين مذمومتين. الخصلة الأولى أنه لا يدفع المال لليتيم والمسكين للمسكين، وكذلك إن لم يستطع أن يدفع فهو لا يحض غيره على إطعام الفقراء والمساكين. يعني قد يكون الإنسان ما يستطيع أن يدفع صدقات للمساكين، لكنه يستطيع أن يسعى لإطعام الفقراء والمساكين. فهذا الرجل جمع بين أمرين مذمومين: لا يحض نفسه على إطعام المسكين،
ولا يحض غيره على إطعام الفقراء والمساكين. ولم يقل الله سبحانه وتعالى ولا يحث بالثاء، وإنما اختار الضاء، قال ولا يحض، لأن حرف الضاء أقوى، حرف الضاء أقوى في في في, في اللفظ أقوى من حرف الثاء. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة الفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون، أتى بالضاء، ولا تحاضون على طعام المسكين، إلى آخر الآيات. فالضاء أقوى من الثاء، ما قال ولا يحثون، وإنما قال ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين. ويل هذه كلمة وعيد شديد لمن يتصف بصفات، وقيل إن ويل هذه ويل وادي في اسم من أسماء النار، يعني النار للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقيل إن ويل وادي في جهنم، روي أنه لو سيل على جبال الدنيا لأذابها. وقيل إن ويل كلمة تهديد وعذاب شديد لمن يتصف بالصفات المذمومة، فيقول تعالى: فويل للمصلين. وفي قوله فويل للمصلين، إما أن يقف الشخص على رؤوس الآيات، فمثلا يقول كما هو السنة: أرأيت الذي يكذب بالدين، يقف، فذلك الذي يدعو اليتيم ويقف، ولا يحض على طعام المسكين ويقف، فويل للمصلين ويقف. هذا هو السنة، أن يقف على رؤوس الآيات. وقال بعض العلماء إنه إذا قرأ فويل للمصلين يتبعها بغيرها، فيقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والذي يذهب إليه العلماء أنه لا يجوز للشخص مثلا أن يقرأ فيقول فويل للمصلين ثم يركع، لأن الآية ما تمت، فكأن الوقف هذا يعني يكون فيه ويل لمن يصلي. ولكن لو قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ثم ركع، الأمر أسهل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، عن حرف جر وفي حرف جر، لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لأنه لا يسلم أحد في الغالب من السهو. لكن لما قال فويل للمصلين هم عن صلاتهم ساهون، يعني عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخر الصلاة عن وقتها، هذا ويل له. إذا قام بالصلاة لم يتم ركوعها ولا سجودها ولا أركانها، هذا ويل له. يصلي فرضا ويترك فرضا، وهكذا، هذا ويل له. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، صلى الله عليه وسلم والعافية. والذين أيضا هم يراءون، يعني يرائي في صلاته، يصلي ليقال ما أحسن صلاته، أو يسمع ليقال ما أحسن صوته، لأن عندنا التسميع وعندنا المراءة. المراءة تسميع، كان يأتي واحد ويقول للناس: ألم تروا أني قرأت الليلة القرآن كاملا، هذا يسمع. أو يقول أني صليت في الليل الليلة الماضية 3 ساعات، هذا يسمع، هذا من الرياء. أو يرائي الناس بصلاته أو بصدقته، فهذا مردود عليه عمله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، يعني فضحه الله، ومن رأى رأى الله به، يعني فضح الله سريرته وأشعر الناس أن هذا الرجل غير مخلص في عبادته، صلى الله عليه وسلم. والمراءاة في الصلاة من صفات المنافقين، ومن صفاتهم أنهم يقومون الصلاة كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، صلى الله عليه وسلم. ويمنعون الماعون، المقصود بالماعون هو العارية، المقصود بالماعون أكبر شيء فيه هو الزكاة، يعني يمنعون الزكاة، يمنعون الزكاة. وأقل ما فيه الشيء البسيط، يعني مثلا جار يطلب من جار أي طلب، يطلب منه عارية، إما فأس، أو يطلب منه مثلا حاجة أو معونة
أو مساعدة فيمنع هذه المساعدة، هذا ويل له، هذا ويل له لمن يمنع حاجة الشخص، حاجة الشخص. وقد تصل المسألة إلى التحريم والإثم، كما لو أن شخصا كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين في تفسيره، كما لو أن شخصا عطشان وأوشك على الهلاك وأتى إلى شخص عنده ماء وطلب منه ماء، فقال له أسقني الماء وإلا فإني ساموت، قال ما يعني لا علاقة لي بك، مت أو ما هذا ما يعنيني، ثم لم يسقيه، ثم مات هذا الشخص، فيرتكب إثم هذا الشخص، هذا الشخص الذي منعه الماء. وفي قوله تعالى ولا يحض فعل مضارع يدل على التكرار، أنه باستمرار، أن هذا طبعه وخصلته أنه لا يحض على طعام المسكين. وهكذا تواليك الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وفي قوله تعالى الذي يدعو اليتيم كذلك فعل مضارع يدل على الاستمرار، حتى صار طبعا له يعرف به أنه دائما يدفع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا هو ما ساعد به الوقت في هذه السورة الجليلة، سورة الماعون. يقول الكلبي رحمه الله الماعون المعروف كله، وقال علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما الماعون هو الزكاة، ومنه قول الراعي أخليفة الرحمن إنا معشر حنفا نسجد بكرة وأصيلا عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا قوم على الإسلام لما يمنع ماعونهم ويضيع التهليلا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، انصر به دينك وعلي به كلمتك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.